سيداتي آنسات سادتي، مساء الخير وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم من غير كلام. ضيوف الحلقة دي سيدة سهير البابلي، السيدة السعاد يونس، السيدة ميمي جمال، الآنسة ليلى علوي، وضيوف من الرجال أستاذ يونس شلبي، والأستاذ محمود القلعاوي، والأستاذ علي الحجار، والأستاذ حسين الشربيني. الحلقة إن شاء الله هنبتديها بالسيدات كالمعتاد. اتفضلي يا مدام سهير. لولا خليكي معايا. اتفضلي. ما هو اتفضلي. مش عارفه كلمة ولا جديد، مش عارفه. ثلاث كلمات فيهم حروف واو، في على واو. كويس، دي انهي واحده الواو بقى؟ في النص اكيد، في النص يعني. اول كلمه علي، مش علي الرجال، على 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 علي علي حسينة، يعني فيها علي طلاق، مفيش جواز، مش عازب. عازب 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 ولا اعزب؟ اعزب. عازب عازب و التالتة بقى ايه؟ التالتة. ايوه التالتة. عازب وتلاتة، عازب وتلات نساء، تلات وتلات مجانين، وتلات عبيطات، تلات عوانس. عوانس عازب وتلات عوانس. تلات عوانس. إجابة سليمة في 56 ثانية. عازب وثلاث عوانس، ثلاث نقط يستحقوا عليهم. والله انا اول راس معايا رجاله. اتفضل يا استاذ يونس. يلا يا يونس، لحظه واحده من فضلك يا يونس، ما تنسيش لما اقول لحضرتك ولا تقولهمش اي حاجه من فضلك. اتفضل. فيلم. فيلم فيلم قديم ولا جديد؟ ثلاث كلمات. ثلاث كلمات فيهم حاجه حرف جر بين على الاول اللي في الوسط، تاني اللي في الوسط. عيون. عين ولا عيون؟ عيون. عين. عيون. عيون. الاولانيه مفقعه. الثانيه عيون. الثانيه عيون. الاولانيه. الاولانيه راجل قوي، يعني قوي، راجل اعمى يعني. عيونك عاجز. عيونه، عيونهم، رجل في عيون الآخرين يعني. هو هو هذه عيون. هم هذه. أنا عيون. أنا أنت أنتم. أول كلمة حيطة، جدار، ديكور. حسن بني آدم. هو اسم. هو اسم حد. راجل. راجل بيهتف. حكم، قاضي، بيشتغل في مزاد يعني ولا مرشح نفسه. مظاهرة. لا تديها في النص. عيون. عيون. التالتة. التالتة. عيون. مراقبة، رقابة، مباحث، مخابرات، ثورة، نظارات، مفتشين، مفتش، جواسيس. 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 عيون حاقدة. عيون بصاصة. عيون مسيحية. في عيون ايه؟ عضلات. عيون قوية. عيون قوية. عيون الرجال الأقوياء. أقوياء. عيون الأقوياء. عيون ال عيون ايه ده فيلم ده؟ خلي بالك. هذا خلي بالك. هذه عيون. هذه عيون. هذه عيون. فاتوا بديتين. ايه بقى الحاجة؟ طبعا عيون جريئة. انت قلت فيلم.
الفيلم ابو عيون جريئه ده اغنيه لعبد الحليم. هو قال لي فيلم مكتوب عليها فيلم. لا انت مطلل يا بابا. ابو عيون جريئه فيلم ابو عيون جريئه فيلم. ايوه لا فيلم ابو عيون جريئه. بعد ما نخلص انا هبقى اوريكم الرول الموجود احنا منه الاسماء. الفيلم ابو عيون جريئه ومعلش هارد لك. طيب مدام اسعد يونسف اتفضلي. لا 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 حد زيط لكم ولا عمل لكم اللي انتوا عملتوش واحنا معذبين ازاي؟ هو حل حاجه عشان يزيطوا؟ ما احنا لما بنتغلب بتزيط. يلا يلا اتفضلي. فيلم قديم نص نص. كم كلمه؟ في بطل ثلاثه في حد نعرفه؟ اول واحده الثالثه الاولانيه اول واحده اشهر من ايه؟ شمعة مصباح. لا مصباح. شمعدان. شمعدان مصباح. لمبة. لمبة جاز. فانوس. أنديل. أنديل أم هاشم. الإجابة سليمة ويستحقوا ثلاث نقط فعلا. احنا لا يا حبيبي ما حد. طيب استاذ محمود قلعه اتفضل. حاول تجيب ثانية واحدة يقول لك محمود ما تقولش حاجة. اتفضل. أغنية فيلم فريد شاو. كم كلمة؟ كلمتين. الكلمة الثانية؟ الكلمة الثانية ست. ست. ست حما. مرات. 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 مراتي. مراتي. أنا خطف مراتي. تمام الإجابة سليمة. الفيلم خطف مراتي ويستحقوا عليه ثلاث نقط للرجال. طيب تفضلي أمينة. تفضلي. فيلم قديم كم كلمة؟ اثنين. مين تيم ستار؟ مش أول واحدة. طريق البحث. ميدان. مقابر. طرق. قنوات. بلاج. عمارات. كباين. شارع. محلات. دكاكين. شوارع. شوارع. شارع. شارع. كابينة. حارة. دكاكين. دكاك. طريق. محلات. محلات. سوق. سوق. سوق سلاح. سوق سلاح. هايلة. برافو الإجابة سليمة. سوق السلاح واستحقوا عليه ثلاث نقط. برافو ما شاء الله ما شاء الله. أنا فرحان بيكوا أو بصراحة يعني. طيب الأستاذ علي حجار اتفضل. لحظة علي من فضلك اتفضل. فيلم من كلمتين قديم ولا جديد؟ فيها ألف ولام الأولانية. أول كلمة أول كلمة أول كلمة الاثنين فيهم ألف ولام. أول كلمة واو في النص. وفي واو في النص يعني مثلا اللص والكلاب مثلا أول كلمة. أول الثانية. الثانية. صوت. كرباج. كرباج. الكرباج. العذاب. هو اللي بيضرب يعني. أنت اللي بتضرب. الشغل. الضرب. اللي بيضرب مفترض اللي بيضرب بالكرباج الجلاد. الجلاد مش عارف السيف والجلاد. القاضي والجلاد. القاضي والجلاد. والجلاد. القاضي والجلاد. إجابة سليمة صح تمام. برافو حسين. هاي لحسين الشربيني والله فعلا أستاذ حسين الشربيني فعلا تستحق طبعا أنا بتجيبها صح. نقول لك أستاذ الأساتذة كمان ويستحقوا الرجالة وياخدوا ثلاث نقط فعلا. طيب تفضلي يا ليلى. تفضلي. غنوة. غنوة. كلمة مش عارفة مين اللي بيغنيها؟ الثانية. مين اللي بيغنيها؟ عربي باللغة العربية. عبد الوهاب. أحبك. حبك. حب. غرام. غرام. الثانية غرام. الغرام. الغرام. الأولى. شحات الغرام. شحات الغرام. تمام. الإجابة سليمة. الفيلم شحات الغرام. تفضل أستاذ حسين. استاذ حسين تفضل. استاذ حسين الشربيني صعبه لا تعال لا استاذ كده استاذ استاذ
اوعى ايدك بس انا بوريك بس خلاص ثانيه واحده ما تقولش حاجه الا بقول لحضرتك واتفضل تعالى هنا يا استاذ كلمه فيلم عجل. فيلم ولا ايه فيلم غنوه ام كلثوم بتغني ام كلثوم من كلمتين هي في الف ولام لغه عاميه لغه عاميه اثنين الاولانيه الف ولام ال حرفين الاولانيه حرفين الاولانيه لا 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 لام ولام لا لا من فضلك وديك اجاوبت عليها لحظه واحده من فضلك عشان اقول بسرعه عشان اخليك تتشال انا هقول من الحصه احنا ليل 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 تاني مره ما تحصلش ثانيه ثانيه مربع قناه ترعه نهر بحر خط فيها ميه يعني خط خطر خطر فات دقيقه خط خطوط موجه موجه بتجري ورا الموجه يعني في الخط خط حدود حدود للصبر حدود الصبر حدود تمام يا حسين برافو للصبر حدود ويستحقوا نقطتين اتنين بس والله يا حسين انت كان ممكن طيب مدام سهير اتفضلي مدام سهير بابلي اتفضلي فيلم فيلم قديم قديم مش قوي من كلمتين من كلمتين اول واحده مجموعه ابواب ابواب سجن اوض 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 قصر بيت غرف قصر غرف اوتيل فندق اوتيل فندق فندق اوتيل لوكاندا 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 الثانيه وريها لي راحت دقيقه بسرعه انت قلت ايه فين هي حقها يا فوقتها لا وريني يلا لوكاندة المرح دوس المرح لوكاندة الحب السعادة لوكاندة السعادة إجابة سليمة لوكاندة السعادة فعلا مظبوط أقل من دقيقة اتفضلوا وياخدوا ثلاث نقط الرجال لنا واحد سوا لا يشوف الورقة مرتين من وقتهم يا أستاذ أشرح لحضرتك أنا كلمني يا أستاذ يونس أنا بقول لحد اللي بيشوفها من وقته اللي هو موجود عنده وفي دقيقتينه مش على حساب حد ثاني خلاص خلاص وأنت لو نسيت تيجي تبص برضه ما تعقدهاش خلاص هي قاعدة ثانية واحدة اتفضل نسيت إيه إيه هما الكلمتين فيلم من كلمتين الأولانية فيها ألف ولام الشيطان والشيطان يعز يعز برافو الإجابة سليمة والشيطان يعز يستحقوا ثلاث نقط للرجال بجدارة بجدارة طيب تفضلي مش عارفه فيلم ولا ايه من ثلاثه اللي في الثانيه في في ثالثه الثالثه في الهوا الهوا جواز في الهوا الاولانيه بيت بيت في الهوا منزل بيت منزل قصر في الهوا قصر في الهوا قصر في الهوا في 22 ثانيه ثلاث نقط يستحقوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما في حاجات فعلا الواحد ما بيش عارف طيب. انا ما شفتش لا قصر في الهوا اتفضل فين تعالوا فين انا هنا زمايلي وانا حاضر لا يا حبيبي فيلم ولا فيلم قديم فيلم عبيط اسماعيل ياسين اتنين بيعمل كده الله الكلمه الاولى الكلمه الاولى ولا الثانيه هتشرح يعني ايه بنعمل في الزباله فيها اسم راح الثانيه فيها اسمه هتشرح الثانيه ثاني اسم اسم حاجه اسم عالم يعني
الأولى الأولى أفندي البي 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 ست ست الهانم هانم هانم ست أميرة سكر هانم ليلى 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 علوي حلوة البابي غير البابي ست مرأة امرأة امرأة مرأة امرأة المرأة باللغة العربية باللغة العربية المرأة الست 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 السيدة الست حنفي الست السيدة حنفي السيدة حنفي السيدة السيدة في ظهرك السيدة جميلة فهد دقيقة السيدة سكر حلوة السيدة ايه السيدة السيدة حنفي حنفي التانية بقى الكلمة التانية ايوه اسمه الاولانية السيدة السيدة التانية سيدة حنفي تعال كده بس عشان اشوف حنفي حنفي تعال كده عشان اشوف تانية بقى يا غبائي الأنسة حنفي الولاد الصغيرين اللي هم لسه بيطلعوا عارفين الأنسة حنفي معلش ما علينا خليهم يتمدسوا عبير طيب دول عايزين هنا اسمعيني يا سيدي اتفضلي اتفضلي من فضلكم السماح التركيز يا اتفضلي 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 فيلم فيلم قولي الستار او قديم او كذا كلمتين مش عارف كلمتين قديم اول واحده نص نص ها شنو مسافر مسافر شيال رحله 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 برافو رحله المتاع رحله المتاع رحله الشقاء, رحلة الشقاء والحب ايه بكلمتين يا جماعه رحله رحلة الخوف الرعب الزعر الرعب النسيان رحلة النسيان بابا سليمة في 34 ثانية ما شاء الله عليك وانا برد عليك ما شاء الله والله تفرح نسيان بصراحة يعني طيب يبقى لهم ثلاث نقط رجالة مين قولنا يلا سيد علي قولنا علي ده ما تخافش منه مخفوط يعني صعبة علي ولا يهمك ربنا معاك فيلم ولا اغنيه فيلم قديم قديم من كام كلمه ما تعرفش حاجه طيب من كام كلمه ثلاث كلمات ايش سهل ايش سهل واو 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 بين الكلمه وكلمه طيب واحده بقى يعني ثلاث كلمات وهم وين بعد كل يعني كلمه يعني امس واليوم وغدا حاجه كده طيب اسم راجل اسم بني ادم استنى اشرح او اشرح الكلام سهل ثلاث كلمات اني واحده اللي هتشرحها ثلاثة على بعض انا علي فات نص دقيقة سيبه براحته اتفضل الاولانية الاولانية انا انا انت راجل عبيد انت ايه انت من انت انا ايه هذا انت ايه انت فين انت ازيك ده دي كلمة واحدة اه كلمة واحدة اين المعنى يبتسم انت ايه انت ايه فيها الف ولام دقيقه فيها الف ولام الثانيه يا علي الثانيه فيها الف ولام في الف ولام الاولانيه الثلاثه فيلم الطيب والشرس الطيب والشرس والقبيح الطيب فيها الطيب طيب. الشرس الغبي القبيح الغبي الغبي الضاحك الحمار المبتسم تخيل المبتسم اللي مش عارف المسعور المسعور السعيد 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 المضحك المبسوط الضاحك الضاحك الباكي الباكي الحزين دي جبت فيلم ايه طب اعملها كده غنيها غني لا صوت لا انت مظبوط يا علي ده انت والله مظبوط ايه الغني الغني طب اشرح الثاني اشرح الثاني يعني هم الثلاث صفات ثلاث حاجات صفات طب انا قلنا كل طب قولي الثالث قولي الثاني العبيط فاتوا دقيقتين الظريف والشهم والشجاع ده عمر هو صعب فعلا هي مش صعب معلش بس ده ايه ده اصله ما تبقاش ليلى اصل لا مش الظريف ثانية واحدة تفضلي
غنوة وأم كلثوم. اثنين. أول واحدة، الثانية. الثانية. بكرة. هقابله بكرة. تمام. تمام الإجابة سليمة، هقابله بكرة لراحلة أم كلثوم ويستحقوا عليها ثلاث نقط. فعلا خدتوها في 20 ثانية، ده ما شاء الله. طيب. احنا 13 و24 تدرس حسين. اتفضل. ده فيلم ولا غنوه ولا مسرحيه؟ انت مفيش غنوة. مسرح ليه النهارده؟ غنوه. غنوه. كم كلمه؟ ام كلثوم بتغنيها. كم كلمه؟ كم كلمه؟ كلمه واحده. يا ظالمني، يا هاجرني، هاجرني، يا منومني، يا مسهرني، يا مسهرني. اجابه سليمه في 20 ثانيه ويستحقوا ثلاث نقط عليها. نام و طيب. انا قلت له نام، قلت قال لا، انت قلت على طول صار. اتفضل يا مسوي. انا عايز كده حوار بقى ثلاث مرات. اتفضلي. فيلم قديم؟ لا مش قوي. كم كلمة؟ ثلاثة. طيب أول واحدة تحت بطني. معايا. خدني. معايا. 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 مع. 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 زمان. مع سبق الإصرار. تمام صح. برافو برافو. مش هتعاونيني. مش هتعاونيني. احنا هنا دي روح رياضيه. استنى الاجابه سليمه وياخدوا الثلاث نقط. واحنا هنا روح رياضيه، احنا مش مشاكل يعني. لا في هم بيتغاظوا من سفيني. لا لا كل واحد يقول سفيني. طيب دور استاذ يونس. اتفضل. مش كده برضه غبي؟ يونس بعدين. ثانية واحدة يا يونس. أنت اشتغلت الفيلم ده؟ فيلم. مسرحية؟ فيلم. فيلم. قديم ولا جديد؟ حسن مصطفى. في حسن مصطفى؟ اه. إيه هنا كان في استوديو الأهرام هنا؟ الكلمة الأولى. هو كم كلمة؟ هو كلمة واحدة. هو كلمة واحدة. فيها ألف. فيها ألف ولام. إيه الكذا؟ مجموعة الحاجات يعني ولا فرد؟ التندة يعني؟ البيوت. السلالم. السلالم. المصطبة. العتبات. الخطوات. القصر. البسطة. البسطة. السطوح. السطوح. الإجابة سليمة فعلا. الفيلم السطوح ويستحقوا عليه ثلاث نقط. وبعدين دي قلنا عليها مخرج اخوه اشتاق اول اخراج حسين عمار. طيب بره. يلا يا سعاد. تفضل. فيلم ومسرح اتعمل كده وكتاب لمين؟ من كلمه. من اتنين. الثانيه. الثانيه بيزرع أرض. أول واحد. أولانية زوايا المدى. برافو علي. برافو علي. ما شاء الله ما شاء الله. إجابة سليمة واستحقوا عليها ثلاث نقط وبقدر. حبوا يستحقوا تزاحم المدى. دق. أصل افتكرت فلاح أرض. تمام تمام. اتفضل أستاذ محمود. ده بيهدد يعني ايه اللي مش هيسقف له بيهدده. اللي حصل. فيلم قديم.
الكلمتين الأولانية. أولانية ما أعرفهاش. مسدس سيف. سيف سيف سيف. الثانية فيها ألف ولام. فيها ألف ولام. سيف الظلم. سيف الجلاد أو سيف الجلاد. تمام تمام الإجابة سليمة. سيف الجلاد فعلا. والنقط يسحق عليه ثلاث نقط. مظبوط. إجابة سريعة وتمام. طيب دول على مين؟ على ميمي. ربنا يوفقك. تفضلي. كم كلمة؟ ثلاثة. ثلاثة الأولى. بخور. سبوع. بخور. مولود. مولد. فانوس. رمضان. فانوس. فانوس. رمضان. رمضان فوق البركان. رمضان فوق. شعبان. شعبان تحت الصفر. تمام الإجابة سليمة. شعبان تحت الصفر. يستحق عليه ثلاث نقط. بس كويس كنت فكرت فعلا فكرت رمضان وفانوس عشان تجيب الأبيض. ذكاء شديد ده ما شاء الله. تحسد النهارده والله. ربنا يخليك. طيب الدور على مين؟ استاذ علي الحجار اتفضل. تفضل. فيلم ولا غنوة ولا مثلا؟ فيلم. فيلم قديم. من كلمتين. كلمتين. هتشرح ان ايه؟ اللي في الوسط واو. في النص. الاولانية والتانية. شبه بعض. التانية الف ولام. الاولانية شبه التانية. الاولانية فيهم الف ولام. الاولانية والتانية فيهم الف ولام. يعني حاجة مثلا. الاولانية. انسة. انسة. الانسة. حلوة جميلة. الحلوة. 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 حلوة. والصعلوك. الحلوه والغبي. الحلوه والغبي فعلا اسم فيلم تماما ويستحق عليه ثلاث نقط. مظبوط. الفيلم حلو والغبي فعلا صح. ايوه. طيب نوصل لنهايه المطاف مع الانسه ليلى. تفضلي. ايه يا لولا؟ فيلم ولا ايه؟ غنوة. غنوة. مش مهم. مش عارفة مين مطرب مين؟ كلمة تانية؟ تانية. عينين. عين. عيني. 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 التالتة. عيني. سود. سود. النني. النني عيني. الرمش. باي. باي. عيني. عيني. عين. 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 دي الرابعة. الرابعة. مخصمك. مر. لا. صبر. 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 يا عيني على الصبر. يا عيني على الصبر. مظبوط. 42 سنة ما شاء الله. تلات نقط. صبر. طيب شفتي ليه؟ استاذ حسين شربيني. ايوه اتفضل. والله عشان تبقوا عارفين كلكم والمشاهدين قدامي انا ما بشوفش الظروف دي الا الساعه ما بتوجد هنا. انا ما عنديش. عشان كده بتضحك عليها. ايوه بضحك فعلا والله. حاجات معنويه يعني. حاول. معلش انت عندك خبرات هايله في الشغل. خلاص بدل انت قلت حاجات معنويه انا عرفتها. اتفضل اتفضل. اغنيه ام كلثوم. يبقى سهلة من كلام ام كلثوم. يبقى سهلة. كلمتين. الأولانية. أمل. أمل حياتي. الأمل. أمل. أمل حياتي. يا سلام عليك يا سلام عليك يا فعلا الاصطلاحات الجميلة اللي أنا بيجيبوها دي. طيب احنا كده انتهت المسابقة من الاثنين بين فريقين فاضل اخر حاجة انا بقدمها. هما هنا ثلاث نقط اللي انا بقدمها. فين الثلاث نقط بتوعنا؟ لا احنا متنازلين. هو كده؟ ايوه. اخر حاجة بقدمها انا فقرة اخرنية. نشوف ربنا يسهل. اديهم ظهرك وقول لنا. ومصر. ومصر. معنا كده وكده.
كم وكتاب. كلمة؟ من كم كلمة؟ اثنين. اثنين؟ تلفزيون؟ اثنين. اتعمل تلفزيون؟ فيهم واو. فيهم واو؟ فيهم واو في النص. بينهم واو. بينهم واو. حاجة وحاجة يعني. الأولانية. الأولانية. قدم. هاتوا هاتوا خذ هاتوا هاتوا. تفضل. قدم يقدم. يقدم المقدم. قدم المقدم. المدرس. الثانية. المدرس المعلم. الثانية. 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 مفيش. مفيش. المعلم ما. المعلم خلص. المقدم ايه؟ لا. نهاية. البداية والنهاية. البداية والنهاية. برافو عليك. برافو. سليمة. يستحق عليها ثلاث نقط مظبوط الكلام ده؟ فعلا. لا 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 لا. الفريق السيدات فعلا. طيب يعني طب احنا نحيي كلنا فريق السيدات اللي فاز بنقط كتير، وشكرا جزيلا لجميع، وتحياتي والى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله.